أخ سأل سؤالا جميلا يعني، ويقول كيف نحقق معنى لا إله إلا الله؟ وطبعا ده شغلنا 14 سنة ولا أكثر، بس طبعا التنظير غير التحقيق. يعني أنا أنظر لنحقق، أنا أنظر وأؤصل لنحقق المعنى، ولا ينبغي أن نقلل من شأن التنظير، لأن التنظير العلمي أصل من الأصول فعلا أنه لا إله إلا الله، فقدم الله العلم على العمل. إذا لابد من أن نؤصل هذه الأصول العلمية بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح، يبقى هذا التأصيل لابد منه، ثم بعد ذلك يأتي التحقيق بترجمة هذه المعاني العلمية المنضبطة شرعا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلى حال في القلب. لأن ما قيمة أن يردد الإنسان كلمات هي في غاية الروعة وفي غاية الدقة من العلم ثم لا يحول هذه المعاني إلى عمل. قال الشاطبي رحمه الله: إن كل علم، والله ده كلام يكتب بمد الذهب والله العظيم، الشاطبي ده إيه الكلام ده في كتابه الماتع الموافقات. يا سلام لو نشرح الموافقات تاني، بس ده عاوز 20-30 واحد بس من صف طلابنا يعني. الموافقات، يقول الشاطبي رحمه الله: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أقول تاني: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. يبقى أي علم ما بيحولش إلى عمل حج علي. ولذلك لما الإمام أولا تاني حاضر: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. والأدلة على كده كتير قوي من القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا، قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أفلا تعقلون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أقتاب بطن يعني أمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. إذن لن أكون عبدا ربانيا ولن تكون عبدا موحدا توحيدا حقيقيا إلا إذا حولت هذه الأصول، أصول التوحيد وأصول العقيدة، في حياتك إلى واقع، إلى قول وإلى حال وإلى عمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الربانيين.